تميزت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المجالس الرمضانية بأنها تحمل رسالة واضحة حول المكتسبات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وقد حافظ سموه على هذه الزيارات إلى المجالس في كل عام من شهر رمضان ليتباحث مع روادها ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن. سلسلة زيارات انطلقت منذ غرة شهر رمضان المبارك بادر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فمن مجالس المحافظة الجنوبية كانت الانطلاقة لتشمل زيارات سموه المجالس المقامة على أراضي المحافظات الثلاث الأخرى إيمانا من سموه بأهمية التماسك والتعاضد بين أبناء البحرين. تعودنا من سمو الأمير الشيخ سلمان بن حمد هذه الزيارات التي يقوم بها في رمضان، وهي تدل على الحب المتبادل والاحترام والسعي لتقريب القلوب بين أبناء المجتمع. صاحب السمو الملكي ولي العهد رعاه الله يحرص في كل سنة في خلال هذا الشهر الفضيل لزيارة مختلف المجالس الرمضانية، وأصبح هذا الحدث ينتظره الصغير والكبير. نجدها فرصة ممتازة لتبادل الرأي والمشورة، وسموه يحرص على السماع من مرتادي المجالس ويبادلهم الرأي. العادة هذه قديمة ولله الحمد، وهي تمثل تكاتف المجتمع البحريني مع بعضه، وحرص سمو ولي العهد إنما هو امتداد من الماضي إلى الحاضر. وخلال زياراته الميمونة للمجالس الرمضانية أبدى سمو ولي العهد اعتزازه الكبير بالتواصل بين أبناء المجتمع البحريني، والذي يعكس المحبة والألفة التي تجمعهم على النهج المرتكز على قيم الوسطية والاعتدال الذي يرتضيه ويختاره المواطن البحريني، مما يكرس التماسك ووحدة المجتمع واحترام تعدديته إزاء كافة التحديات والمتغيرات. مؤكدا سموه أن مملكة التاريخ العريق والريادة والمواقف الوطنية الثابتة سوف تظل نبراسا للعطاء والانتماء الوطني الخالص الذي لا يتزعزع أبدا. هذا الشيء ليس بغريب على سموه المعطاء بزيارة إلى المجالس البحرينية عامة، بما يعكس التعاضد الوطني بين المجتمع البحريني. هاي الزيارات الرمضانية احنا دائما كشعب بحريني نسعد فيها. احنا نشعر ان ما ركز عليه سمو ولي العهد زيارة الميمونة ان اهتمامهم بمتطلبات هذا البلد والتطلبات وطلبات المواطنين والامور اللي تهمهم في المعيشية والاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة يعني كان اللقاء جدا ودي، ونشعر بأن كان عائلة واحدة كبيرة في هذا البلد. سموه حفظه الله عندما يزور هذه المجالس إنما هو يؤكد أن القيادة قريبة من المواطن البحريني، تشد من أزره وتتعاون معه في السراء والضراء، ونحن نثمن على الدوام هذه الزيارات الميمونة. لقاءات ما هي إلا مرآة تعكس أصالة المجتمع البحريني وهويته الوطنية الجامعة التي تستلهم من سماحة الدين الإسلامي الحنيف ما يزيدها رسوخا واستشرافا لآفاق المستقبل الواعد. عمار العماري لمركز الأخبار تلفزيون.